شان بسل المعجون شان شان تلعب فيا. مكونات المعجون ماما شو هي؟ نحتاج لكوب من الطحين وربع كوب ملح، معلقتين زيت ومعلقتين خل، ونحتاج لكوب ماء. يلا توتي بلشي عبي الطحين. هذا؟ بعدين الملح. بعدين الخل. بعدين الزيت. حنحبي كاسة المي، كوب من الماء، بنحركه. شلون؟ بنحركهم منيح وبنحطهم على النار وبنرجع لكم. وتابعينا، هي المعجون على النار هيك طريقته. هلا بندعكه شوي وبنرجع لكم لنحط الملونات. اوكي، هي خلص بعد ما طلعناه من النار. شوفوا كيف طلع طري طريقته بهالترعوة. هلا في عندي انا ملونات، عندي صفار الزعفران وبياض الزعفران، ممكن تستخدمون ممكن تستخدموا ملونات تانية. هلا حنقسمهم اسم، حخليه ابيض واسم حنعمله من الاورانج، وواحد حنغمقه شوي بهذا اللون اغمق من الاورانج خمري تقريبا. حنساوي هون حط اللون شوي ونرجع لكم وفرجيكم كيف صاروا. متابعينا طلعوا معنا هدول اربع الوان، هاد وهاد وهاد وهاد، تقريبا هاد طلع بني ابيض واصفر طلع اورانج. لارين لوتت الدنيا، غيرنا لتيابا يلا خلونا نروح نلعب.